ابو سراج جونا ولا هو نديت حالتك يا هشب عليك. يا ربع احنا اسماغ المدر اللي على الشره الوليد اللي احنا عند خيمه كذا رفض الصحة عرفت كيف توزع حط بعد بيتين بيت ليه بيتين بيتين كل شوي بيتين كل شوي بيتين روح ايه لان في بقى ليه خلها مرة واحدة لا ذكرني علم ابو ثواب هيدي العين ذي والله في العين الشغاميم هنا باقي قطع تعرف ايوه قطع وانا ما شايف فيه 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 ايش هو عطني بيضات بيضات عطني بيضات اعطيه هاك بيضات عطني بيضات لا 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 يا حبيبي بدك اللي عندي هنا تعب ابو سراج ايش رايك في لعبه حلوه يا ابو سراج عطني بعد بيضات ها في لعبه حلوه يا ابو سراج لعبه الدب اللي يوقف اسوقك في البيضه وانا اوقف تسوقني في البيضه بالسكين خذ السكين الثاني الثاني لا تخبط بالسكين ذي هذا السكين صغير اها ملح ملح حط البهار هذا الحين تنف بارد هلا والله تنف بارد ودي ولا حطها في شنطته هذا ودي ولا حطها في شنطته شكله بقى اللي ما هي كذا تنقف رحيم طيب لا عندي كوب الثلج لان جاي الاغراض احتاج الثلج كم راح تحطيه؟ انا عندي عويسي على ثنتين ثنتين ايوه ايوه ادمسها مره واحده لا لا عادي مو بشرط تحرك كتفك يا ابو سراج من حط حجانا منه حط زده زده مال النجوم اوصاني بهارات اعطني اعطني فلفل اسود وين هذا هو هذا عندك انتبه انتبه بس انا باقي تحط في النهايه بعدين قبل انا بعد راجلنا وحنا رايجي محمد سراج تعرف اللي يلهمها من ذمك هذا وجع لهمها لهامه زارو لها اوكي توهق توهق اوكي اوكي يا ابداع يا ام زراج يا ابداع يا زيت زيتون انت امحج يا هذا شتتني قام يحكي على راسي لين ضيع ايش تبي؟ شوف 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 يقطع يجيب الحين زبده ابو صجاني عجب تقهو 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 يلا بس حمس 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 فيه خلص خلص انت بس خلص يا سلا عليك هلا قلبها يمين يسار لا بس يسار كلهم شغلكم مسكاتين ما في ملعقة اصبر 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 لا 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 خلا خلا غط 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 اكتمه بس الحرارة بس ينطبخ فوق جيب معي غطا فين غطا ينطبخ من الحرارة بس هذاك غطا شوف اللي وين هذا غطا جيب غطا شل الغطا وحطه يا بس حالي لتحت ما شفته ذي كان تحت بس بيض واجد معلي 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 مع الحرارة بينطبخ اذا انكتم اني وراك اعطيني هذه اصبط النار اصبط النار براطو براطو البيت عطني اللي وراك حط علي يا مطبخ حط علي يا